أيها المسلمون، في خضم ما يعيشه العالم الإسلامي من فتن ومحن، ذلك أن أعداء الملة والدين من الخوارج المارقين، وإيران وأذنابها من الحوثيين، ومن تبعهم من الإخوان المفلسين، قد كشروا بأنيابهم على بلاد الحرمين، وهدفهم كسر شوكة المسلمين والوصول إلى قبلتهم. ولكن هيهات هيهات، أقام الله لهذه البلاد حاكما عادلا ورجلا صالحا، سلمان الحزم والعزم، جمع الله به الكلمة والقادة، ووحد به الصف، وقطع الله به الأيدي المعتدية والخائنة. وكلما تأخر الزمان يا عباد الله، تجلت الأمور واتضحت لأولي البصيرة والعقول، وتبين العدو من الصاحب. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: جزى الله الشدائد كل خير أبانت لي صديقي من عدوي، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. وصدق الله حيث يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وإننا يا عباد الله على ثقة عالية في قيادتنا الحكيمة، وفي بعد نظرتهم الثاقبة في المصالح والمفاسد، وما يقومون به من نصرة الإسلام والمسلمين، وقطع الأيدي التي تحاول بالمساس من أمننا ومقدساتنا وشعوبنا، وحجب الأفكار الضالة التي تغزونا. وهذا من نصر الإسلام والمسلمين وردع الظلمة والمعتدين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذ كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. فالواجب علينا يا عباد الله أن نقف صفا واحدا مع ولاة أمرنا في محاربة الإرهاب ومن يدعمه أو يؤيده بلسان الحال أو المقال، مع الدعاء لهم بالتوفيق والسداد وعدم التشكيك في الجهود أو تتبع العواطف والمصالح الدنيوية. فالأمر أعظم والخطب جسيم، أو الصمت عن الباطل وأهله بحجة الورع الكاذب الذي يبثه دعاة الفتنة على الجهلة من الناس، فقد طفح الكيل ولم يبقى للمجاملات مكان. فالبيعة يا عباد الله التي لولاتنا في أعناقنا أن نسمع لهم في المنشط والمكره. وهذا يا عباد الله دين نتقرب إلى الله به ونسير به على طريق سلفنا الصالح. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم.